تفقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بالمنطقة الخضراء الجناح الخاص بالموضة والأزياء المستدامة الذي تم إدراجه لأول مرة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ. هذا وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الجناح الخاص بالموضة والأزياء المستدامة قدم أحدث ما تم التوصل إليه في مجال إعادة التدوير وتحويل مخلفات صناعة المنسوجات والملابس إلى فرصة يمكن أن تساهم في النمو الاقتصادي المستدام وترسيخ مبادئ الاقتصاد الدوار تماشيا مع تبني العالم لمبادئ الاستدامة وإعادة التدوير.